بصير الخير عليكم البارح لي بارابول طايرين واش نقول لك تخابطوا الريح اللي نسف دار حاله على كلها حتى بعد المناطق حتى الشجر طاح قلت كانت القوه تاع الرياح همت الولايات الوسطى وخاصه الشرقيه حتى بعد المناطق الداخليه الهضاب العليا الغربية لطول الوسطى وايضا الشرقيه وين كانت قوه الرياح بأس بها الكمية الامطار كذلك سجلنا كميات بأس بها نبدا بالكميات اللي ما بين مليمتر واحد الى 10 مليمترات معسكر معسكر مليمتر مع الجلفه غليزان بوسعاده البيض الشلف بسة تباتنا أم البواقي تسع ميليمتر في منطقة قلمة عاد في قسنطينه خاصة منطقة عين الباي من جهة عنابة الملاحة سجلنا عشرين ميليمتر أما في منطقة سوق هراس 21 ملم مع تولوج على المرتفعات المدورين مدورين سوق هراس وصبت في سوق هراس اما في منطقه الدار البيضاء هنا بالعاصمه وايضا برج ريج سجلنا حوالي 23 ملم 23 سطيف خمسة وعشرين ميليمتر ضمن السد عينزة ده يكون تعبر ان شاء الله مع الخمسة وعشرين ملم هذه والامطار اللي صبرت من قبل اما تيزي وزو فيها حوالي تلاتة وثلاثين جيجل اربعة وثلاثين مليانة ولاية عين الدفلة 45 ملم الله يبارك بجاية 65 ملم خاصة من جهة سيدي عيش من جهة أقبو من جهة القصر كي هذوك الجواية الله يبارك كمية تاع أمطار لا بأس بها ونختموها بالمدية وهي عاصمة التيتري مدية اللي سجلنا حوالي 87 ملم 87 ملم وشفا يكون راه يمشي الله يبارك نشوفوا كيفاش راح يكون غدوة الحال على مستوى بلادنا مع الصباح اللي بكرو يبقى تقسم متقلب وغير مستقر يهم كل الولايات الشماليه مع احتمال بعد الرعود وايضا بعد الثلوج ولا بعد الامطار الخفيفه اللي تهم المناطق الوسطى والشرقيه يقدر يكون الثلج بصح ابتداء من ألف الى 1100 ألف متر خاصه على بعد المرتفعات المرتف كبني ورثيلن كجبال بابور كجبال تاع جرجره حتى بعد المناطق تاع جبال أطلس البوليدي وايضا بعض المناطق تاع الاوراس بينما على الولايات الغربيه تعبر عليها بعد السحب احتمال يكون شويه ضباب هي تكون معاه متبوعه بسحب سفلى سيدي اما الجنوب الكبير حالها هاي الظاهرة الظاهره راح يتحسن الحال لان الضغط راح يرتفع شويه يحب يقول هذاك السحابات وهذيك الامطار وذيك الرياح يتنقل تتنقل تخص هذه الخطره غير الولايات الشرقيه لانها تيبقى تقسم وتقلب ندوها من, من جيجل سكيدا عنابه والقالة. وايضا على الولايات الداخليه كابو البواكيس وقرص ميلا قسنطينه حتى بعد المناطق تاع الصيف وجبال البابور مع امطار تكون ابتداء من الف 1200 الى 1300 متر يطلع النيفو تاعها بارابور لليامات اللي كان لانها كان الهواء بارد الجنوب الكبير الحال شباب الريح يبقى على بعض المناطق الشرقيه خاصه الساحليه وايضا على منطقه الواحات كولايه ورقله ولايه الواد ولايه مسكره حتى شرق ولايه غردايه تقدر تكون زوابع رمليه ورؤيه ضعيفه وكذلك على الصحراء الوسطى كولايه اضرار ومنطقه عين صالح اللي تابعه دائره عين صالح جوزوا لدرجه الحراره درجه الحراره مع الصباح الجديد درجات تحت الصفر من جهه البيض بقطب البي من جهه مشريه عين الصفراء تيارت لانها تكون سماء صافيه يحب يقول الحراره في الليل مع غروب السمش ما تبقاش يحب يقول لي طومبيراتور تاعها على شرق البلاد تكون درجة صفر لأنها كاين كوفرتير جوست ما تحبطش كيما تحبط على الشرق على جالسة ما صافية، بينما المدن الساحلية من 8 إلى 10 درجات من الغرب إلى الشرق مورونبي 9 بالعاصمة، الجنوب كذلك بارد الحال من جهة طامر راستو جانت كيما لا سيكريم تلحق حتى الموان 3 وموان 4 لا سيكريم 2700 متر على مستوى سطح البحر، وطامر راست تقريبا 1400 متر، بورصة الحرارة تحبط حافظة بزاف، من جهة جانت 9 درجات هي وبن عباس و8 إلى 10 درجات مورونبي 9 بأن أفلو# أفلو اولف فولف عفوا افلو تاع الغواط اما فيما يخص برج مجد المخترعين قزام تيميا وين واتين زواطين 10 درجات هيا للظاهره الظاهره تبدا ترتفع الحرارات بيقول الغرب راهي في المعدل الفصلي في الشرق راهي تحت المعدل الفصلي 16 درجه فقط على عنابه وايضا سكيكدا وجيجل حتى للقالة العاصمه من البجايه حتى الشرشال مورون بيدلس وتيبازا 14 درجه ومن تنس حتى الغازوات وهران أرزو وايضا وهران 16 درجه 16 نسبوها على الخط اللي يربط بشار حتى الورغلا وهران بغردايه 18 الى 20 21 على كل هذه المنطقه حتى 23 درجه في برج باجي مختار وعين قزام و20 فقط على منطقه تندوف البحار يبقى مديمونطي على السواحل الشرقية لأن الريح يبقى ينسف حتى ل 60 الساعة ويكون دائما شمالي 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 شمالي, شمالي غربي هنايا يكون شمالي غربي و70 كيلومتر في اللارج و40 كيلومتر تطيح شوية الريح بارابور على بصح البحر مازال مهول فيه تموجات حتى في غرب البلاد 20 كلمة الساعة غير الريح يطيح مي مازال فيه تموجات الحد المطلوب لي مرسو الملاحة والصيد البحري فيما يخص الرؤية تكون راضية خاصة من العونة حتى القلا سبب هي سحب السفلى وايضا الامطار اللي تسقط بعد الاحيان نختمو هذه النشره الجويه بهذا المنظر الجميل تحديق الوطنيه تاع جانات تذرت هذه تذرت تدرت شوفوا الطبيعه كيفاش شابه ايوي هذه تدرت لي شوف المنطقه هذه حجمها هيا نختموها بالمعلومات الفلكيه اللي تهم الجزائر العاصمه وضواحيها لهذا الخميس 11 ديسمبر ذكرى خالبة علينا ونحبوها بزاف هذه الذكرى لأنها ذكرى تاع الثورة الجزائرية 11 ديسمبر 2014 شروق السمش على العاصمة وضواحيها وغروبها وهذه العناوين في خدمتكم فيما يخص الجو والبيئة ولا راح من الطريق روحو غير بالعقل مع هذه التقلبات خاصة على الولايات الشرقية والله يدوم قصتكم